عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على حاجه معينه برضه، ان اللعيبه والجهاز الفني تركيزهم في الماتشات بس، تركيزهم في الماتشات بس، حتى اللي بيتقال عليه كلام زي ما احنا بنشوف كده كلام بيتقال في على السوشيال ميديا وفي صفحات بعض الجرايد وفي بعض القنوات، يقول لك ان مش عارف في لعيبه هتمشي وفي لعيبه هتيجي وفي لعيبه النادي الاهلي خلاص مضى معاه، مضوا للنادي الاهلي. كل ده اشاعات، مش عارف مين عنده عرض، مين هيمشي، مين هيقعد، مين هيقوم، مين هيقف. مش النادي الاهلي يعمل كده. اولا مش النادي الاهلي اللي بيبقى عنده الحاجات ديت والبطوله شغاله. النادي الاهلي لما يبقى فيه حاجه، لعيب جاي، لعيب هيمشي، الكلام ده كله بيبقى في نهايه الموسم والنادي الاهلي بيعلن عنه. النادي الاهلي بيعلن عنه في كلام، ممكن يبقى في كلام عادي، ما هو الكلام طول السنه ممكن يبقى في كلام، ولكن رسمي مفيش حاجه رسمي لحد دلوقتي. لما يبقى في حاجه رسمي هتلاقي النادي الاهلي مطلع بيان، هتلاقي النادي الاهلي قايل مين اللي جاي، تعاقد مع كذا، احنا جبنا كذا. انما في الفتره دي انا برضو بتكلم لاني واحد من الجمهور، انا مش عايز الجمهور يتشتت. الفتره دي مهمه جدا 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 ان احنا نبقى طبعا الفريق كله على قلب رجل واحد، احنا كمان لازم نكون وراهم، احنا لازم يكون الشعار بتاعنا زي الشعار بتاعهم، التتويج بالدوري الممتاز، البطوله المفضله للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بندور عليه. ما تسمعوش بقى الكلام اللي يقول لك الاهلي بيفاوض فلان والاهلي هيبيع فلان، ده ملوش علاقه بالواقع حتى الان، ملوش علاقه بالواقع حتى الان، لان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي دايما بيعلن عن المفاوضات او التعاقدات ولكن في الوقت المناسب، وده طول عمرنا متعودين عليه في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم كنتوا فاكرين ساعه قبل ما كنا بنروح، رحنا قطر في كاس العالم للانديه، وبعدين قبل ما نروح كمان نلعب السوبر برضو في الدوحه، قال كلام كتير جدا على اللعيبه، قال كلام كتير جدا جدا قبل ما نروح عشان يوقعك، اللي بيقول الكلام اشاعات عشان توقعك، لكن طلع النادي الاهلي ووضح والامور زي ما هي واللعيبه موجوده زي ما هم. فالجمهور، جمهور النادي الاهلي كعادته دائما في اللحظات اللي زي دي دايما بيأذر اللعيبه، دايما ورا اللعيبه. دي مرحله حاسمه جدا جدا، مرحله صعبه جدا، مرحله فيها شراسه جامده جدا جدا. الفريق واللعيبه والجهاز الفني والمنظومه كلها محتاجه دعم الجمهور، محتاجه دعم الجمهور. وزي ما تعودنا طول عمرنا لعيبه النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي السند الحقيقي بعد ربنا لينا، السند الحقيقي بعد ربنا لينا.